السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم محمد كمال. النهاردة يا جماعة هنكمل كلامنا اللي بدأناه قبل كده عن إحنا ليه دخلنا شركة دوبلي، صعوبتها في سهولتها. يعني إيه الجملة دي؟ يعني إن أي شركة لما بتحب تنزل منتج عندها، أو أي شخص عايز يقدم منتج، أو أي شركة عايزة تعمل سيرفيس أو خدمة، بيكون أصعب حاجة عندها إيه؟ هل المنتج أو الخدمة دي هترضي كل الناس؟ هل كل الناس هتحبها؟ هل المنتج بتاعي هيعجب كل الناس؟ في مثل بيقول ايه؟ بيقول اسعاد الناس غاية لا تدرك، تمام؟ فمفيش حد يقدر انه يسعد كل الناس، ومفيش حد بيتفق على حاجة واحدة، لان في برضو كلام بيقول لك ايه؟ لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. عشان كده التنوع مطلوب. فكل شركة بتكون متخصصة في حاجة معينة، في خدمة، في منتج معين. لكن اصعب حاجة ان انا بعمل تسويق. بعمل تسويق فين؟ هيعجب مين؟ هروح فين؟ في انهي بلد؟ ايه اللي يمشي مع الناس اكتر؟ ايه اللي يعجب الناس اكتر؟ ودي اصعب حاجة. لكن عندنا في دوبلي عملنا الموضوع ده، او جبنا الحاجة الصعبة دي جبناها بقت سهلة. ازاي؟ دوبلي جمعت لك كل حاجة انت عايز تسوقها، وكل حاجة الناس بتحبها، في مكان واحد، في موقع واحد، في مول الكتروني واحد. تقدر تختار اللي انت عايزه. عايز تشتري ملابس بتشتريها، عايز تشتري برفانات، عايز تشتري اكسسوارات، موبايلات، عايز تشتري بقالة، عايز تشتري اكل، عايز تسافر بالطيران، عايز تحجز فندق، عايز تعمل اي حاجة في حياتك بتلاقيها موجودة معانا. ولو بصينا كده على الموقع بتاعنا بتاع شركة دوبلي هنلاقي ايه؟ لو تاخدوا بالكم كده موجود ايه؟ ادي الموقع شركة دوبلي، وادي هو سوق دوت كوم، طيران الامارات، جروبون، فلاي دبي، طيران الاتحاد، جاب، بوكينج دوت كوم، مامز اند باباز، علي اكسبريس، كل ما نتخيله اللي احنا عايزينه. طيب ده موجود فين؟ ده موجود في الامارات. طب ايه رأيكم لو رحنا مصر نشوف في مصر في ايه؟ ان مصر احنا بنتكلم على 100 مليون شخص. عندنا واو، عندنا جوميا، عندنا سوق، عندنا هوتيلز، عندنا نايكي، عندنا الامارات، عندنا بوكينج، عند طيران العربيه، عندنا علي اكسبريس، عندنا حاجات كتيره جدا موجوده. ده اللي بيخلينا نروح نشتري اللي احنا عايزينه. اي واحد بيدور على اي منتج، بيدور على اي سلعه، هيروح هنا عند شركه دوبلي ويلاقيها ويشتريها. يبقى الناس وفرنا لهم الخدمه بتاعتنا، اللي هو لما بيخش عند شركة دوبلي بياخد كاش باك، بيجيله استرداد نقدي من كل عملية شراء. واحنا كمسوقين لشركة دوبلي وكأعضاء في شركة دوبلي بنكسب من الكاش باك. طيب انت عايز تعرف بقى ازاي تقدر تكسب من الكاش باك بتاع كل الاشخاص اللي حواليك؟ ازاي تقدر تقدم لهم خدمة وتكسب من وراهم وانت قاعد على الكمبيوتر بتاعك؟ اتواصل معانا دلوقتي على رقم التليفون الموجود، وخصوصا الناس اللي في مصر، في اكبر ايفنت في تاريخ التجارة الالكترونية في مصر ان شاء الله يوم الجمعة، يوم 30 نوفمبر. فابدأ النهاردة معانا عشان تقدر تحضر الايفنت، لان في الايفنت ده هيكون الايفنت اللي هيكسر كل الارقام، وفي اخبار خرافية وخيالية محدش يصدقها. ابدأ معانا النهاردة وخليك مع أقوى شركة في العالم في مجال التجارة الإلكترونية. نشوفكم دايما على القمة بإذن الله.